حصية خطيرة الابعاد وجول جول جول وجول جول جول بيوفا يتابع الكرة في البورتا جول للاتسيو كاستيلانسي يتابع لكن بيوفا متابعته كانت في محلها ولاتسيو يتقدم على انتر 1-0 الفانتاجو للبيانكو تشيليستي ختم الكاستيلانسي في ابعاد الكره ارنانيز بالراس تبع كاستيلانسي الكره حبت بيافا واستقرت داخل الشباك امام الاعاده رد فعل كان متاخر من كاستيلانسي اللي تفاجا بالكره وبالتالي واخيرا لاتسيو يضع حد لحظه العاتر لم يسجل في شباك انتر منذ اخر لقاء كان بتاريخ 29 مارس يتقدم على حساب انتر امام الاعاده من جديد حاول كامبياسو لكن الكره